السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم هذا الفيديو هذا غادي يكون باقي التحضيرات ديال عيد ميلاد البوفيه اللي غادي نحضروا فيه واحد لي كوب كيك او دي مادلين مالحين وسهلين، يعني واحد السهوله ما تصوروهاش. اذا كنتم مهتمين بهذا الفيديو هذا نتمنى انكم تشاهدوا حتى النهايه، ولكن قبل نتمنى انكم تشتركوا في القناه اذا كنتم باقي ما اشتركتوش. ودابا غادي نمرو باش نحضروا الوصفات. المقادير اللي غادي نحتاجوهم باش نحضروا هاد لي ميني كيك سالي، هاد المملحات، غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، علبه من التونه اللي قطرناها، هنا 100 مليلتر من الحليب البارد يعني ما يعادل كاس ديال اتاي، 80 غرام ديال الزبده اللي ذوبناها، هنا نصف ملعقه صغيره من الملح، 3 ديال المعالق صغار ديال الموتارد، 100 غرام من الجبن المحكوك، 200 غرام من الدقيق، و10 غرام من خميره الحلويات. هنا غادي نبقاو نضيفوا هاد المكونات، هنا البيض غادي نزيد الملح، غادي نضيف الدقيق، هنايا غادي نضيف نصف الكمية ديال الحليب، نضيف كذلك نصف الكمية ديال الزبدة، هنايا ضفت نصف الكمية المتبقية ديال الحليب وغادي نخلطها، هنايا غادي نضيف نصف المتبقي ديال الزبدة ونخلطو، ومن بعد غادي نضيف الجبن المحكوك والطغنة والموطارد. هنايا ضفت الموطارد كما كتلاحظوا معايا، وراها غادي نضيفو الطحون ونضيفو الفرماج المحكوك. وهنايا من بعد ما حصلنا على واحد الخليط اللي كيكون هكا متماسك، هنا غادي نمرو باش نوضعو في هاد لي مول ديالنا وندخلوه من الفران المسخن على درجة حرارة 180 واحد المدة اللي كتراوح ما بين 20 دقيقة حتى 25 دقيقة. كيبقى لكم التزيين ديال هاد لي مادلين على حسب الاختيار، يمكن لكم تخليهم يعني هكاك، انا هنايا فضلت انني نضيف لهم الجبن طري فروماج بري، هاد الجبن الطري اللي فيه الاعشاب المناسبة. اذا ما كانش عندكم نتوما الاعشاب المناسبة يعني يمكن لكم انكم تزيدوا فيها غير لاسيبولات باش تعطيكم واحد هكا الخضوريه في هذاك لو فروماج ويعطي واحد المنظر جميل. اما المسائل اللي شريتهم باش نزين بهم الطاوله ديال عيد الميلاد، يعني ما شريتش شي حاجه كثيره حيت كانوا عندي حوايج في الدار. هنا خديت هادو من جيفي، كانوا دايرينهم مون 70% بلا كارت في اي بي، خديت زوج. خديت هادو من اكسيون، ندير فيهم الذرة بوب كورن. هاد لي بالون كانوا عندي اللي كنت خديتهم من لوز ديال ار دو غلاس. خديت هادو اللي حتى هما كانوا دايرينهم في جيفي 70% مع هاد لي كيت هذا ديال لانيفيرسير اللي فيه لي كوبلي، فيه لي اسييت، فيه لي باي، لي سيرفييت و دي ماسك، وفي حتى لي بتيت لاتر هابي بيرداي هكا باش تحطهم فوق الطابله. وخديت كذلك هاد لاناب.
وهنايا كيما لاحظتوا معايا يعني هاد لي كوب كيك او لي مادلين المالحين جد ساهلين، يعني كنقدروا نحضروهم بواحد في وقت وجيز هكا باش نزينو بهم لي بوفي ديالنا، وكذلك نحضروهم كمقبله من يكون عندنا الضياف. اما باقي الوصفات ديال كعكه الميلاد او الكيكه ديال السمكه او لي بلاطو ديال الحلويات بعجين واحد وكذلك الحلويات مشكله بدون فرن، غادي نخلي لكم جميع الروابط في صندوق الوصف. ونتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، ونضرب لكم موعد في وصفات وفيديوهات واحدين اخرين ان شاء الله. الى اللقاء.